بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض مراجعة لاختبار الفاينل اكزام للسبرينج سمستر 2018 للمادة تي ام 351. عندنا بارت 1 مالتيبل تشويس كويشنز، أسئلة اختيارية عليه 20 درجة من 100، يعني 10 درجات من 50. طبعا بتعتمد على فهمك للمنهج. لو انت فاهم المنهج بشكل كويس مش لازم تحفظ، افهم بس، هتلاقي نفسك بتجاوب على كل الأسئلة دي. تمام، عشان ما نضيعش فيها وقت هندخل مباشرة على بارت 2. بارت 2 عليه 80 درجة. في السؤال الأول عليه 30 درجة لوحده، طبعا 30 درجة يعني 15 من 50. بيقول لك باستخدام الهوسبيتال داتابيز، دي الهوسبيتال داتابيز مدي لك أربع جداول، البيشنت والورد والتريتمنت والدكتور. تمام، الأربع جداول دول مهمين جدا وأنت بتحل أي سؤال، مش هتعرف تحل أي سؤال من غيره. تمام، لما تيجي تحل السؤال بص على السؤال. طبعا أنا مش عايزك تبص على الإجابة هنا، يعني خلينا نبعد عن الإجابة شوية كده. شوف بيقول لك رايت اس كيو ال ستيتمنت تو ليست ذا بيشنت نيم وجندر. دايما اول سؤال ده هتلاقيه سهل وهتلاقيه بيعتمد على جدول واحد. بيقول لك هات لي البيشنت نيم والجندر والايج، دور لي على الاعمده دي موجوده فين. البيشنت نيم موجوده هنا اهي، والجندر موجوده غالبا في نفس الجدول، الجندر اهو والايج موجوده في نفس الجدول. يبقى انت هتكتب له كده سيلكت بيشنت نيم gender و age from، من جدول ايه اهو، من جدول patient، يبقى from patient. تمام، هل في شرط؟ اه، for all patients، لكل patients over 60 years old، اللي اكبر من اللي عمرهم. هو هنا ما قالكش عمرهم، هنا ما قالكش الايج، بس يعني ايه 60 years old؟ يعني الايج بتاعهم اكبر من 60. يبقى تقول له where age اكبر من 60، بس كده. اه بس كده، تمام اهو ده الاجابه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك رايت اس كيو ال ستيتمنت تو ليست ذا نيم اند بوزيشنز. واحده واحده، تعالى نكتبها هنا، بس عايزك ما تبصش على الحلول الا اما تشوف السؤال الاول. يعني هنا بيقول لك اكتب اس كيو ال ستيتمنت، طيب هات لي النيمز وهات لي البوزيشنز للدكتور. تعالى كده نشوف جدول الدكتور، هل في نيم وفي بوزيشن؟ اه والله اهو في دكتور نيم وفي بوزيشن. يبقى هتقول له سيلكت دكتور نيم وبوزيشن للدكتورز هو تريتد، اللي عالجوا ذا بيشنت بي 02، للدكاترة اللي عالجوا بيشنت معين اللي هو بي 02. طب بي 02 ده اللي هو البيشنت نمبر، هل البيشنت نمبر موجود هنا او البيشنت اي دي؟ لا مش موجود، يبقى احنا هنضطر ان احنا ندخل على جدول تاني، صح؟ طيب فين الجدول التاني؟ هل هندخل على جدول بيشنت ولا ندخل على جدول تريتمنت؟ لازم ادخل على جدول تريتمنت، لان هو ده جدول عملية العلاج، التريتمنت المعالجة اللي فيه كل دكتور وقدامه البيشنت اللي عالجه او الحالة اللي عالجها. يبقى احنا هنربط الاثنين دول مع بعض عن طريق ايه؟ طبعا هنقول له from doctor وtreatment، ولازم نربطهم عن طريق عمود الربط اللي هو staff number هنا وstaff number هنا، هو ده العمود المشترك بين الاثنين. فهتقول له where لما يكون في جدول الدكتور staff number، في جدول التريتمنت برضو staff number، ده اسمه عمود الربط. تمام، طيب the patient للpatient b02 يبقى انت هتقول له and patient id، لان انت عندك patient id اهو بيساوي بي 02. برضو سؤال سهل ما فيهوش حاجة. تمام، احنا ممكن نجيب دول معانا عشان ايه لما ننزل مش هتاخد بالك منه، نجيبهم معانا كده. تمام وننزل كده. بيقول لك write SQL statement to list the average age. ال average age يعني ايه؟ هو الايدج فين؟ دور على الايدج الاول. هو اصل هو قال لك افريج ايج، فين الايدج؟ الايدج مش موجوده غير هنا، مش موجوده في مكان تاني. افريج ايج اوف اول بيشنتس، لكل المرضى هوز هايت اللي طولهم از بتوين 25 اند 40 انكلوزيف. تاني هو عايزك تليست الافريج ايج، يبقى انت هتقول له سيلكت افريج اوف ايج. منين؟ ما هو الايدج اصلا مش موجود غير في جدول بيشنت، يبقى انت هتقول له من جدول بيشنت انت عايز الافريج ايج. تمام، هوز هايت، الهايت موجود فين؟ تعال ندور، الهايت اهو برضو موجود في نفس الجدول. لما يكون الهايت از بتوين، بتكتب له بكل بساطه وير هايت بتوين 25 اند 40، بس زي ما كتب لك، سؤال سهل جدا جدا جدا. بس في كلمه هنا اللي هي كلمه انكلوزيف،
انكلوزيف يعني ايه؟ يعني تتضمن نتائج البحث ال25 وكمان ال40 من ضمن نتائج البحث، تمام؟ دي معنى كلمة انكلوزيف. بتوين بشكل اوتوماتيك بتجيب لك النتائج اصلا انكلوزيف، فعشان كده انا بقول لك ان السؤال سهل، لان هو استخدم بتوين وهي اصلا بيجيب لك البيانات انكلوزيف. طيب هو نفسه برضو انا جايبه لك بطريقة تانية هنا، ان هو لما يقول لك لما الهايت يكون اكبر من او يساوي 25، اند بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان لازم يكون التو اكسبريشن ترو، فلازم يكون الهايت اكبر من او يساوي 25 وفي نفس الوقت الهايت اصغر من او يساوي 40. ممكن تعملها بالطريقة دي، دي برضو هتبقى انكلوزيف لانك قلت له اكبر من او يساوي. معنى كلمة او يساوي ان ال25 معانا، معنى كلمة او يساوي هنا ان ال40 معانا، يبقى دي كمان انكلوزيف. انا جبت لك ده ليه؟ لانه ممكن يجيب لك في الامتحان اكسكلوزيف. اكسكلوزيف يعني معناها ان النتائج الاولى والاخيره مش معانا، وفي الحاله دي هتشطب علامه يساوي وهتخليها اصغر من واكبر من، وفي الحاله دي مش هينفع نشتغل ببتوين. بتوين بتشتغل بس مع نتائج الانكلوزيف، تمام؟ بس هو السؤال طبعا سهل. طيب هنا بيقول لك write SQL statement to find the names of the oldest patients. انا عايز اسماء الاولدست بيشنت. طيب اسماء البيشنت اصلا موجوده فين؟ البيشنت اهو، اسماء البيشنت اللي هو البيشنت نيم. بس هو انا مش عايز كده، ده انا عايز اسماء الاولدست بيشنت. الاولدست بيشنت يعني هجيب الماكس للايدج. ما هو انا عشان اجيب اكبر مريض او اكبر عمر المريض لازم اعمل ماكس اوف ايدج. ماكس اوف ايدج هتجيب لي ايه؟ وخلي بالك من كلمة H word. إن H word السؤال ده صعب شوية. صعب ليه؟ لأن عادة المفروض إن هو يطلب منك الماكس بيشنتس. شوف المفروض بقى هو يطلب منك إيه وهو طلب منك إيه. المفروض يجيب لك الماكس بيشنت ويجيب لك في كل word، يعني دي الword number W1 W2 W3 W4، فالمفروض ان هو يجيب لك الماكس فور اتش وورد، فيجيب لك الماكس هنا كده. يبقى جاب لك الماكس لكل وورد. الوورد دبليو 1 الماكس فيها اللي هو اكبر عمر فيها مثلا 90 سنه، الغرفه الثانيه اكبر عمر فيها 99 سنه، الوورد دبليو 3 مثلا اكبر عمر فيها 80، دبليو 4 اكبر عمر فيها 70. فهو هنا يجيب لك الاعمار الماكس ايج لكل غرفه. دي سهلة تيجي، سهلة تيجي عن طريق ايه؟ اهي شايف الكويري اللي جوه اللي انا عامله جوه ده، هو ده تحديدا اللي انا عامله هنا ده. select max of age، هات لي max of age from patient واعمل جروب باي، قسمها الى فئات. جروب باي ايه؟ الورد نمبر او الورد الورد نمبر. دي سهلة خلاص. امال ايه اللي صعب في الموضوع؟ اللي صعب ان هو عايز مش عايز max of age، يعني هو مش عايز الجدول يجي بالشكل ده تقسمه الى فئات، لا ده هو عايز the names. فانت عشان تجيب النيمز، احنا جبنا ده خلاص كسب كويري، طب نجيب النيمز ازاي؟ هبدأ بقى ان انا اجيب الاسم وقارنه بالعمر ده، فهقول له select patient name، هات لي النيم من جدول البيشنت بس لما يكون العمر موجود هنا في الماكس ايج، يعني لما يكون العمر موجود هنا. فانت هتجيب لي الاسماء لما تكون الاعمار موجودة هنا. ممكن لو عايز تتأكد من الكويري ده ممكن تجيبه كده ونحطه هنا. على فكرة في حاجة كمان ناقصة في الكويري لو زكي عرفها، انا ما حطتهاش عشان يعني اعدلها في الفيديو عشان اجيب لك الموضوع واحدة واحدة. طيب تعال نشوف ونشوف ايه التعديل اللي هنعمله دلوقتي. هو كل حاجه كامله ناقص جمله بسيطه بس. احنا دلوقتي ما عندناش حاجه اسمها ايج في الجدول اللي اسمه بيشنت، بس عندنا حاجه اسمها هايت. ممكن نغير دي نخليها هايت. يبقى احنا بس عشان نجربه، لان احنا ما عندناش الايج، عمود الايج مش موجود اصلا. ف وتعالى نقول له هنا سيلكت بدل بيشنت نيم سيلكت استرسك بحيث ان هو يجيب لي كل الاعمده. فجاب لي ايه؟ جاب لي لكل غرفه زي دبليو 3 اعلى، يعني اطول واحد فيها، اطول واحد فيها. كل غرفه زي دبليو 2 جاب لي اطول واحد فيها. بس في مشكله ان انت لما جيت تقول له وير هايت ان، فانت بتقول له بحيث ان الهايت لو كان الطول ده موجود، يعني خلي بالك انت جبت الاطوال هنا اللي هي اكبر الاطوال،
وقلت له لو كان الهايت موجود بين اكبر الاطوال هات لي الغرفه. فاحيانا هتلاقي بعض البيانات مكرره. ليه؟ لان مثلا عندك واحد زي 172 ده، لا عفوا 179 هو اطول واحد في الغرفه W3، بس هو جاب لك هنا كمان 172 من الغرفه W3 برضو. ليه جاب لك 172 هو كمان مع ان هو مش اطول واحد في الغرفه؟ لان 172 دي كانت نتيجه موجوده اصلا لاطول واحد في الغرفه W5. فانت هنا الكويري ده مشكلته ان هو بيجيب لك لسته، الجزء ده بيجيب لك لسته من الماكس هايت، بيجيب لك 172، بيجيب لك 179، فانت ممكن تلاقي شخص مكرر مرتين. المهم اختصارا للوضع، حل المشكله دي هيكون عن طريق ان انت تتاكد ان الوورد نمبر، تيجي هنا تقول وير، ممكن تيجي هنا تعمل بيشنت جدول بيشنت بي 1، تيجي تعمل هنا جدول بيشنت تسميه بي 2، وتقول له ان لازم الغرفه اللي موجوده في بي 1 هي تبقى نفس الغرفه اللي موجوده في بي 2 عشان ما يكررش الغرفه مرتين. فهتقول له وير بي 1 دوت وورد نمبر هيساوي بي 2 دوت وورد نمبر، بس كده مش هيكرر لك البيانات. شوف اهو جاب لك صحيح الغرفه دبليو 2 مرتين، بس جابها لك مرتين ليه؟ لان البيشنت ده طوله هنا، يعني اطول واحد بي 71 هو اطول واحد هنا، وبي 38 له نفس الطول، فكررها لك هنا بس عشان هم ليهم نفس الطول، ولكن ما كررها لكش وفي طولين مختلفين. يبقى احنا كده الاستعلام ده مبني بشكل سليم. طويل وصعب شويه، بس هو ده السؤال، ده سؤاله تحديدا يعني. طيب بعد كده بيقول لك write SQL statement to update the word relation. هنا بقى عايزك تعمل update للورد اللي اسمها للريليشن اللي اسمها word، تعمل لها update اللي هي دي، اللي هي word دي عايزك تعمل لها update by doubling the number of bits. عندك هنا حاجة اسمها number of bits، عايز تعمل له double. فهتقول له ايه؟ update word set number of bits هيساوي number of bits في 2، doubling يعني اضربها لي في 2، where word number هيساوي W2. ليه بقى الشرط الأخير ده؟ هو هنا عمل update للword، خلى number of bits doubling يعني ضربها في 2، تمام؟ بس انت هنا بتقول له ان word W2 في الword اللي اسمها W2 يبقى بشرط ان الword number بتساوي W2. سهل جدا ما فيهوش حاجة. طيب تمام، هنا بيقول لك برضه سؤال كمان، بيقول لك to which normal form would the treatment relation، الريليشن اللي اسمها treatment اللي هي دي، تعال نجيبها كده شوية، الريليشن دي هو بيقول لك هي في أي normal form. if we know that start date determines يعني في سهم عامل كده، يعني بتحدد start day of week، يبقى انت عندك start date دي بتحدد start date day of week. خلي بالك ان start date هي جزء من البرايمري كي، start date جزء من البرايمري كي، طالما ان هي جزء من البرايمري كي يبقى انت كبرايم كي بتحاول تحدد جزء part من البرايم كي بيحاول يحدد نون برايم. طيب اول حاجه الريليشن او الجدول ده في الفيرست نورمال فورم لان في برايمري كي، طالما في برايمري كي يبقى الريليشن في الفيرست نورمال فورم. طب هي في السكند؟ لا هي مش في السكند. مش في السكند ليه؟ لان انت عندك بارت من البرايمري كي بيحاول يحدد نون برايم كي، يبقى في الحاله دي هي مش في السكند. طب وعشان نحولها للسكند بنعمل ايه؟ بناخد الاثنين دول مع بعض كده ونروح نحطهم في جدول جديد، وبنسيب بس الستارت ديت ولكن بنحذف ده من الجدول الاساسي. يبقى the relation only in first normal form as it violates the condition for second normal form، هي بتنتهك الكونديشن بتاع السكند، because it has non prime attribute اللي هو ده non prime، ده بيعتمد على جزء من البرايمري كي that is not fully dependent، ما بيعتمدش بشكل كامل على البرايمري كي كله ولكن بيعتمد على جزء منه فقط اللي هو الستارت ديت. انت بتكتبها له بالطريقه دي. طيب عشان تحولها للسكند نورمال فورم زي ما قلت لك احنا بناخد الاثنين دول مع بعض ونحطهم في جدول جديد اهو.
طيب من الجدول الأصلي بنحذف إيه؟ بنحذف ده لأن هو ده اللي عمل المشكلة الكبيرة واعتمد على واحد تاني، وإحنا ما قلنالوش يعتمد على حد. أنت إيه اللي بيخليك تعتمد على حد تاني؟ إحنا هنحذفك من الجدول لأنك عملت الحركة دي. فطبعا ده بيتحذف من الجدول الأساسي وبيروح في الجدول الجديد. طب وبالنسبة لده، ده بيتحذف من الجدول الأساسي؟ لا، ما بيتحذفش. ليه؟ لأن هو اللي كان بيحدده، هو المحدد، المحدد ما بيتحذفش. فاحنا سيبناه في الجدول الأساسي ولكن عملنا جدول جديد. ممكن نسمي الجدول الجديد أي حاجة بقى، يعني ممكن تسمي الجدول الجديد تريتمنت ديت، تمام. وطبعا الجزء ده زي ما انت ملاحظ حذفناه من الجدول الأساسي، ما عادش موجود هنا. تمام. فهو طالب منك الاتنين دول، طالب منك بيقول لك explain why you reach this conclusion، ليه انت وصلت للconclusion دي. فاحنا وصلنا لها لان يعني هو عايز منك الconclusion دي، تمام. and normalize the treatment relation، اعمل لها normalization to the next higher form، يعني هو عايز منك الجزء ده. طيب عندك بعد كده question 2 question 2 بيقول لك use the sample document from a restaurant document database collection، تمام، to answer the following questions. السؤال ده عن النو اس كيو ال، هو جايب لك الجزء ده وبعدين بيقول لك انا جايب لك example هدية من عندي، find the arbitrary document from the restaurant collection، يعني هات لي دوكيومنت من الكوليكشن اللي اسمه ريستورانت، هات لي دوكيومنت واحد بس. فانت عشان تجيب بتقول له دي بي اللي هي قاعدة البيانات دوت ريستورانتس، ده اسم قاعده البيانات اسمها ريستورانتس دوت فايند 1. فايند 1 يعني هات لي واحد بس، فهيروح يجيب اي دوكيومنت من الدوكيومنتس دي. طيب جايب لك مجموعه من الاسئله هي اللي المفروض ان احنا نجاوبها. اول سؤال دايما بيكرر في الامتحانات، فايند اول دوكيومنتس، هات لي كل الدوكيومنتس اللي موجوده في الريستورانت كوليكشن عشان تجيب كل حاجه موجوده، بتقول له دي بي دوت ريستورانتس دوت فايند، دي بيجيب لك كل حاجه. السؤال بي بيقول لك فايند ذا ديتيلز اوف اني سنجل 5 ستار ريستورانت ان باريس، هات لي الديتيل لاي 5 ستار ريستورانت، مطعم 5 نجوم موجود في باريس. طبعا انت عندك هنا مجموعه من الدوكيومنتس، عندك ادرس، عندك سيتي باريس، عندك كوزين، كوزين يعني المطبخ او المطعم الايطالي، عندك ستار 5، عندك جريدز كذا، دي تعتبر يعني بنقول عليها كومبلكس، تمام. طيب وعندك هنا نيم كذا، وعندك ريستورانت اي دي كذا، تمام. فهو عايز منك ايه؟ بيقول لك هات لي سنجل 5 ستار ريستورانت ان باريس، تمام. يبقى لما تكون المدينه باريس ولما يكون الستارز بيساوي 5، يبقى انت هتقول له هات لي كله بس بشرط ان المدينه تكون باريس وبشرط ان الستارز عدد النجوم 5 اهو. هتقول له دي بي دوت ريستورانتس دوت فايند 1، هقول لك فايند 1 ليه؟ لما يكون ستارز بيساوي 5 ولما يكون السيتي بيساوي باريس، بس كده، تمام. طب فايند 1 ليه؟ لان هو قال لك هنا هات لي الديتيلز اوف اني لاي واحد سنجل 5 ستار، عايز سنجل، عايز واحد بس، فعشان كده بنقول له فايند 1. طيب الستارز هنا 5 من غير دبل كوتيشن، فانت بتحطها له هنا كفاليو من غير دبل كوتيشن، تمام، دي من غير دبل كوتيشن. دايما الكي ده اسمه الكي، دايما الكي بيكون بين دبل كوتيشن. الفاليو بتكون على حسب، لو كانت هي موجوده فوق انتجر او من غير دبل كوتيشن بتحطها هنا من غير دبل كوتيشن، اما لو كانت هي بدبل كوتيشن زي كده بتحطها هنا بدبل كوتيشن. يعني باريس، شوف باريس بين دبل كوتيشن، لكن الخمسه بدون دبل كوتيشن، اما الكي دايما بيفضل في دبل كوتيشن بالشكل ده. طيب بعد كده عندك السي بيقول لك فايند اوت هاو ميني فرنش ريستورانتس، كم عدد المطاعم او المطابخ الفرنسية اللي موجودة في لندن. يبقى انت هتقول له لما يكون الكوزين بيساوي فرنش، المطعم فرنسي، والسيتي بيساوي لندن، هو بيقول لك هات لي المطاعم الفرنسية اللي موجودة في لندن، فانت هتقول له هات لي كل المطاعم بشرط ان السيتي بيساوي لندن وبشرط ان المطبخ يكون ايه، يكون فرنسي اهو. بتقول له هات لي كلهم فايند لما يكون السيتي بيساوي لندن ولما يكون الكوزين اللي هو المطبخ او المطعم فرنسي. بس خلي بالك هنا قال لك فايند اوت هاو ميني،
ما قالكش هات لي المطاعم، قال لي هات لي، قال لك هات لي عددهم، عشان كده في الاخر بتعمل له كاونت. السؤال دي بيقول لك فايند ذا نيمز، شوف بقى ما قالكش هات لي ديتيلز ولا هات لي كلهم، قال لك هات لي النيمز. النيمز يبقى هو عايز بس العمود اللي اسمه نيم. يبقى في الحالة دي انت هتعمل هنا كده في الاخر نيم نقطتين فوق بعض واحد، كده معناها العمود بتاع النيم هتهولي، واحد يعني هتهولي، صفر يعني ما تجيبوش. تمام، find the names of all Chinese restaurant، يبقى انت هتقول له لما يكون الكوزين بيساوي Chinese، لان الكوزين ده اللي هو اسم المطعم، او عفوا المطبخ او نوع المطعم، ف Chinese restaurant يبقى انت هتقول له لما يكون الكوزين بيساوي Chinese، واللي موجودين في باريس يبقى انت هتقول له لما تكون السيتي بيساوي باريس. يبقى هنا احنا عرفنا ان الجزء ده بتاع الشروط، ولكن الجزء ده بتاع اظهار الاعمده، بيفصل بينهم سنجل، بيفصل بينهم كوما بالشكل ده. يبقى انت عندك الجزء ده بتاع الشروط، الجزء ده بتاع ايه؟ بتاع اظهار الاعمده. لو قال لك مثلا عمود زي النيمز، مثلا عمود زي النيم، عمود زي كذا، بتيجي هنا وتظهر العمود. احيانا ممكن يقول لك ما تظهرش عمود الاي دي. لو قال لك ما تظهرش عمود الاي دي، يبقى هتيجي تكتب اي دي نقطتين فوق بعض صفر، لان عمود الاي دي بيظهر بشكل اوتوماتيك، عشان ما نظهروش يبقى اي دي نقطتين فوق بعض زيرو. find the names، انا عايز النيمز بس ايه للستريتس، اسماء الشوارع. تعالى كده نشوف اسماء الشوارع، اسم الشارع اللي هو ستريت. شوف الستريت ده يعتبر دوكيومنت فرعي من الدوكيومنت الاساسي اللي هو ادرس، يبقى انت لما تيجي توصل له لازم تكتب ادرس دوت ستريت، ده اسم الشارع. عشان كده شوف ادرس دوت ستريت نقطتين فوق بعض واحد. طب احنا ليه كتبناه هنا؟ لان هو عايز العمود ده، بيقول لك فايند ذا نيمز اوف ستريت، ده عباره عن عمود انا عايزه، فعشان تظهر العمود لازم تيجي هنا في الاخر وتقول له اسم الشارع نقطتين فوق بعض واحد. ماشي، اللي ماله بقى اون ويتش وافل هاوس ريستورانت، اسم المطعم وافل هاوس لايز ان لندن، والمدينه اسمها لندن. يبقى اسم المطعم ده تجيبه منين؟ تعال نشوف اهو فين الاسم، اهو ده السيتي وده الكوزين، هنا موجود نيم، نيم ده اللي هو اسم المطعم، يبقى هتقول له بقى العمود اسمه ايه؟ اسمه نيم. يبقى هتقول له لما يكون النيم وافل هاوس، ولما يكون السيتي لندن، لانه قال لك المطعم اسمه وافل هاوس لايز ان لندن، موجود في المدينه لندن. طيب لو جيت تلاحظ هتلاقي ان معظم الاوامر هو استخدم فيها فايند، هو بيجيب فايند كتير، خلي بالك يمكن في واحدة بس اللي هي فايند وان، لان هو قال لك انا عايز سنجل، انا عايز واحد بس فايف ستارز ريستورانت. طيب